وبشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب العالمين، وأسلم سيدنا محمد أشرف
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالتقوى هي السلاح الأقوى. بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فالتقوى هي طوق النجاة في كل الأزمان، وهي طوق النجاة من الفتن والشبهات، ولن يدخل الجنة إلا المتقون، فاحرص عليها، فإن التقوى هي النجاة، فإن التقوى هي الفوز. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. نحن في شهر شعبان، ونستقبل إن شاء الله عز وجل بعد أيام قليلة، نستقبل شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر رمضان هو شهر الصيام. فرض الله عز وجل علينا في شهر رمضان فريضة الصيام، الصوم. نصوم من الفجر
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نصوم عن الطعام، لا نأكل ابتغاء مرضات الله. نصوم عن الشراب، لا نشرب ابتغاء مرضات الله. نصوم عن الشهوات، الجماع ابتغاء مرضات الله. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الهدف من الصيام هو التقوى، فالتقوى هي السلاح الأقوى. وما شرعت العبادات كلها، ما شرعت العبادات كلها إلا لنحصل التقوى، وأن أقيموا الصلاة واتقوه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، وكذلك العبادات، فرضها الله عز وجل علينا لنحصل التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، التقوى. فعلينا أن نستعد نفسيا لاستقبال هذا الشهر العظيم. ليس شهر رمضان ككل الشهور، ولكنه شهر مبارك، شهر عظيم نزل فيه القرآن. نزل في شهر رمضان القرآن، نزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان نزلت فيه الكتب، نزل فيه الإنجيل على سيدنا عيسى، نزلت التوراة على سيدنا موسى، نزل الزبور على سيدنا داود، كله في رمضان، كل الكتب نزلت في رمضان. ورمضان فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. من حرمها فقد حرم. العبادة فيها بعبادتك أكثر من 80 سنة، خير من 1000 شهر. لو حسبت 1000 شهر كم تبلغ من السنين؟ تزيد عن 80 سنة، 80 سنة تزيد، وهي ساعات قليلة، من العشاء إلى الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ساعات تقوم لله، تقرأ القرآن، تدعو الله عز وجل إلى أن يؤذن الفاجر. تبتعد عن المعاصي، تبتعد عن ما يغضب الله، تتقرب إلى الله، تدعو الله، تصلي لله، تكون متوضئا طاهرا. ليلة خير من 1000 شهر. أين أو متى هذه الليلة؟ في شهر رمضان. إذن علينا أن نغتنم هذه الفرصة. فكم من أناس ماتوا قبل أن يدركوا شهر رمضان،
ولذلك الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. لماذا؟ لأن في رمضان مغفرة الذنوب وستر العيوب وتنزيل للبركات، بركات من السماء والأرض وخيرات وعطاءات ورحمات من الله سبحانه وتعالى في رمضان. استعد أن تصوم شهر رمضان صياما كما يريد الله عز وجل، تمتثل لأمر الله عز وجل صلاة، صياما، دعاء، قراءة للقرآن، بعد عن المعاصي والشهوات والشبهات، تقرب من الرحمن سبحانه وتعالى في شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا سمعا وطاعة يا رب العالمين، كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، كتب فرض يعني صوموا، كما كتب على الذين من قبل، أي أن صيام فرض على الأمم التي سبقتنا، لسنا بدعا من الأمم، ولكن كان الصيام مفروضا على الأمم الذين سبقونا كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب فرضت علينا الصيام؟ لعلكم تتقون، لتحصل التقوى، تخضع لله، تمتثل لأوامر الله، تبتعد عما حرم الله، النتيجة تفوز برضوان الله، تفوز بجنة الله. نرجو النجاة، نرجو النجاة، ولم نسلك مسالكها فإن السفينة لا تجري على اليابس، السفينة لا تجري على اليابس، يعني الأرض اليابسة، السفينة تمشي في الماء، في الماء، في البحر، هذا طريقها، فإن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، يعني لا مال ينفع مهما كنت غنيا، ولا ولد ينفعك مهما كان بارا بك، كل نفس بما كسبت رهينة، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وزمة القبر تنسي ليلة العرسي، زمة القبر، ضمة القبر تنسي الإنسان يوم عرسه ويوم فرحه ويوم سروره، فاعمل لهذا اليوم، يوم الموت، اعمل ليوم موتك، اعمل لآخرتك، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ومن رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل شهر رمضان طويلا، بل أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه رحمة الله تتجلى، المريض لا يصوم، الذي على سفر لا يصوم، ولكنه يفدي، ففدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الأحبة، علينا أن نغتنم الفرص. إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. نفحات، نحن في شعبان، هذه نفحة من الله سبحانه وتعالى. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ما يصوم في شعبان. لما سئل عن ذلك قال: لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. نفحات. كذلك شهر رمضان نفحة من نفحات المولى سبحانه وتعالى. اغتنموا هذه النفحات، واغتنموا حياتكم قبل موتكم، اغتنموا شبابكم قبل هرمكم، اغتنموا صحتكم قبل مرضكم. اغتنموا الحياة، فما جعلت الحياة إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا، وارحم ضعفنا، وارضنا وارض عنا. اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اطرد الشياطين من بيوتنا، اللهم لا تجعل للشيطان مكانا بيننا، ولا تجعل للشيطان مكانا عندنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.